أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من
نصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم. نعم التكبير نعم التكبير نعم التكبير. ما شاء الله ما شاء الله.